أهلا، بشرح اليوم راح نتعلم طريقة التظليل بأكثر من طريقة. أول طريقة بتكون عندنا الدمج. طيب، راح بقلم واحد نتحكم فيه ونخليه منفتح لغامق. راح استخدم معاكم درجة فور بي فور، فإذا حابين تستخدمون عادي أي قلم، بالشرح هذا مو مشكلة. طيب، أول شي عندنا بيكون منفتح إلى غامق. طيب، بنجربها على 3 أو 4 مربعات. أول درجة بتكون عندنا بشكل مرة خفيف، ما نضغط على القلم، خطوط متباعدة. طيب، بعدها بتكون لا، درجة أغمق شوية، نضغط على القلم بس بشكل أخف. طيب، بحيث يكون عندنا طبقة ثالثة ثانية. الطبقة الثالثة نضغط بشكل أكثر على القلم هذا الشكل، والدرجة الأخيرة بنضغط بشكل أقوى شوي على القلم. طيب، هذه راح نشوف كيف راح نسويها بالدمج. طيب، بيصير نبدأ ندمج بشكل خفيف بهذا الشكل، بعدين اللي تحتها ندمج، واللي تحتها كمان ندمجها لين ما نوصل لآخر طبقة. طيب، وندمج اللي تحت. طيب، كذا سوينا 4 درجات بقلم واحد. عندنا 1 2 3 4، بس احتاجنا قلم واحد بس. كيف تحكمنا احنا من الفاتح للغامق؟ طيب، الثاني بيكون عندنا الخطوط. طيب، فبتكون خطوط من فاتح، بتكون الخطوط متباعدة، يعني لو بنستخدم الطريقة هذه برسماتنا. طيب، نبغى أقرأ تكون فيه طبقة أكثر، فراح نبدأ نخليها متقاربة أكثر. كل ما كانت الخطوط قريبة من بعض، كل ما ادتنا درجة غامقة، وكل ما كانت متباعدة من بعض، كل ما اعطتنا درجة فاتحة أكثر. طيب، الحين بتكون أقرب من اللي قبل بشي كثير، وهذه نستخدمها في الأماكن اللي نبغى نكون نظلل فيها. ولما تكون الخطوط متباعدة نحتاجها في أماكن نبغى تكون الدرجة فيها أفتح بأكثر. طيب، هنا نبدأ نقربها بزيادة جنب بعض عشان تكون هي أغمق درجة عندنا هذا الشكل. ما نحتاج نستخدم فيها مدعكة، هذه تنفعكم بالرسمات اللي تكون زي سكتشات. طيب، هنا عندنا خطوط العكس، فبتكون بهذا الشكل. أول شيء نسوي الخطوط الأساسية، وبعدها بالعكس نبدأ نسوي الخطوط الثانية هذا الشكل. نكرر نفس الطريقة بس بخطوط أقرب، وبرضو بعدها نبدأ نسوي خطوط متقاربة بنفس الفكرة، يعني زي المربعات الصغيرة. نكملها برضو أقرب زيادة، وبرضو نكمل من هنا تكون أقرب زيادة. طيب، عندنا الأخيرة بتكون برضو نفس الشيء بس بتكون قريبة أكثر بزيادة، كمان من هنا بتكون قريبة أكثر، بيكون عندنا هذا الشكل. طيب، كذا يكون تعلمنا طريقة التظليل لو حنا حابين نستخدمها برسمة واقعية أكثر، وتحبين نستخدمها بطريقة سكتشات بهذا الشكل. تمام.